اللقب قلت لك كان تصويت عبر الناس اللي تابع عبر الفيسبوك، اكثر لايكات واكثر مساجات هما اللي ياخذوا. كان في تنافس ربما مع زميله ثانيه من سوريا، وتعرفوا انه بلاد الشام بلاد كبيره برشا، هما اكثر منا يتابعوا غاديكا في الصفحه هذه، وما فماش برشا توينسا، ولكن الحمد لله لقيت تشجيع من برشا حتى من خارج تونس من عده بلدان عربيه. لقيت روحي على الفيسبوك توجت باللقب، سكتت انا، قلت ربما الناس ما تاخذهاش فيسبوك، ولكن لقيت تفاعل كبير من الزملاء من تونس، كلموني عبر الراديوات، طلعت معاهم، قالوا لي عبير نحن اول تونسيه تنجح بالفوت، يعني معودين ربما على المسابقات انه يكون في مثلا يكون موجود اسم عربي اسم تونسي مع مجموعه من الاسماء العربيه وما تاخذوش اللقب، انت اول واحده خذيته. على هذيك الناس اهتمت بالموضوع، شكرتهم، وديما كيما نعاودها راهو هذايا انا من تونس وللاعلام التونسي، هذا بالنهايه انا خرجت من هنا وقريت من هنا وتعلمت غاديك. لي كوليس نتاع العمل الاعلامي في التلفزيون غادي في لبنان كيف ما هوني في التلفزيون، خدمت هوني في حنبعل لفتره. نحب نعرف فقط ما تختلف شاكر القناه الاخباريه تختلف تماما على القناه المنوعه، القناه العامه، القناه الجامعه، نعم الحنبعل الجامعه، جامعه ولد فيها اخبار مؤخرا، لما كنت انا فيها ما كانتش فيها اخبار، صحيح. بون تختلف تماما، ليه حاجه اخرى، طريقه الخدمه حاجه اخرى، خاصه إن انك تخدم مع العديد من الجنسيات، مع عديد من العقليات، مع عديد المدارس. في الشرق مش نوعيه الاخبار تختلف تماما، حتى التعاطي مع الاخبار ولا هذاك شنو نقصد، بطريقه مختلفه جدا. انا كنت نتفرج مثلا، نحكي بالله خليني نحكي على دوميني، انا دومين الرياضه، كنت نتفرج انا هوني الاعلام الرياضي غير الاعلام الرياضي غاديك، هوني ربما نحن ناخذوا المواضيع المحليه اكثر، ناخذوا اما غاديك ينفتحوا عربي على كل شيء، على العرب، على اوروبا، على كل الدوريات، شكل الاخبار البرقيه، في حين احنا نجمو ناخذوا دي تيم ونحللوهم، سيرتو عندنا منطقه ذي حريه التعبير شوي، يخليك تحلل اكثر وتغوص في برشا مواضيع، في المحرمات ان صح التعبير ما فهمو، هما يتعداو تقريبا باسلوب برقي، يركزوا على الانفو، سيرتو قناه اخباريه، يركزوا على المعلومه اكثر منه يركزوا على التيم. ليه والله ليه نركزوا على التيم زيد راه مش بطريقتنا احنا، مش بطريقه ليه كل واحد عنده طريقته، لكن نركزوا على التيم. نحن مثلا في قناه الميادين ياسر حالين على قناه على تونس، يعني بالرسمي قاعدين نغطيو وقاعدين نعطيو، حتى في الرياضه راني انا نحكي بن جدو رئيس مجلس الاداره الاستاذ غسان بن جدو، ديما نغطيو الاحداث في تونس، حتى الاحداث الرياضيه نجيبوا ولادنا في عادي يقعدوا معنا يحللوا معنا. بالنهايه تونس موقعها كبير بالعالم العربي، خاصه بعد الثوره يعني اعطت صوره حسنه جدا على تونس، بارك الله على الشعب التونسي وعلى الكفاءات التونسيه زاده، صحيح.